في إطار الاهتمام بالشباب وبالأخص في مجال التوعية الفكرية وإزالة الأفكار التطرفية، أقيم اليوم منتدى جامعة جنوب الوادي الثاني للشباب تحت عنوان التنوير في مواجهة التطرف. نتكلمنا النهاردة عن العمليات النفسية والحاجات اللي بتواجهنا والمؤامرات والفتن. النهاردة أنا كشعب مش هحاول إن أنا أتخطى الحاجات دي وتلافى وتلاشى الإشاعات اللي بتحصل في البلد وبتخلي بتصيب المواطن بالإحباط، وإن هي بتأثر عليا سلبيا باتجاه البلد، وإن أنا أبتدي أكره البلد وأكره إن أنا موجود فيها وإن أنا عايز أسافر وإن عايز أمشي. فطبعا النهاردة التوعية بالحاجات دي بتخليني أنا كمواطن واعي للحاجات دي وبقدر أتلاشاها في وقت كويس يعني. لا الواحد استفاد حاجات كتير من ان الواحد ما يصدقش الاشاعات، يهتم الاول بالموضوع قبل ما يشوف الاشاعات. بوجود قيمه وقامه ذات علوم نتعرف من خلالهم على ازاله الافكار التطرفيه. الحقيقه الشرف العظيم ليا انا لما باجي هنا الجامعه، الحقيقه الواحد بيبقى سعيد جدا لسببين. الجامعه بتحاول بصوره محترفه وممنهجه بصوره علميه انها توعي طلبه الجامعه، زائد النقطه اللي احنا شفناها النهارده ما بتكتفيش بس بطلبه الجامعه، لا ده بتجيب جزء من المجتمع المدني اللي بره الجامعه اللي هو مش في الجامعه وتعمل له مؤتمرات توعيه بحيث ان هو يبقى يتوعى على التوازي مع طلبه الجامعه. فالجامعه كده زودت مهمتها في حته الوعي، ودي نقطه مهمه لان الوعي في منتهى الاهميه علشان افهم ايه طبيعه التهديد. يقول لك الدوله ايه اللي بيحصل؟ طب ما هو ايه اللي بيحصل ده لازم حد يفهمه. طب الجامعه بتفهم طلبتها وبتفهم الجزء اللي بره الجامعه، وده في منتهى الاهميه. وشفنا النهارده شباب صغيرين وسن صغير ويعني من كل الاعمار وجايب ابوه وجايب امه، دي نقط كويسه جدا. فانا شايف ان الجامعه الحقيقه بتقوم بدور يعني ربنا يبارك لكم فيه. يتم ذلك من خلال الاهتمام بالشباب في المجالات المختلفه وتاهيلهم لقياده المناصب القياديه في كافه المجالات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعية والعسكرية لتحقيق أعلى قيمة لبناء الرؤية المستقبلية 2030. جامعة جنوب الوادي من خلال رئاسة الأستاذ الدكتور عباس منصور والأستاذ الدكتور محمد أبو الفضل بدران، من خلال الأنشطة الطلابية ومن خلال فكرة إن احنا دشينا السنة اللي فاتت منتدى شباب جامعة جنوب الوادي الأول التنوير في مواجهة الإرهاب. هذا المنتدى يأتي استكمالا للعام الماضي واستهداف 1000 شاب في اليوم الأول و1000 شاب في الفوج الثاني. وهذا الأمر ده دور جامعة جنوب الوادي التنويري لخدمة قضايا المجتمع المصري في جنوب الصعيد. محاربة الفكر بالفكر هي الوسيلة الوحيدة من أجل التنوير في مواجهة التطرف. عبير الكاشف، قناة الجامعة.